السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتورة إيمان سيد حسن عبد الله، أستاذ مساعد الفسيولوجي. إن شاء الله يعني هشرح لكم إن شاء الله الأوتونوميك نيرفس سيستم. الأوتونوميك نيرفس سيستم برانش لطيف جدا، أخدته مفروض في ثانوي. هو عبارة عن الجهاز السمبساوي والجهاز الجار سمبساوي أو السمبساتيك والبار سمبساتيك نيرفس سيستم. النهارده ان شاء الله اول محاضره لينا هنتكلم على الفانكشن ديفيجن بتاعت النيرفس سيستم، سواء سوماتيك او اوتونوميك، الفسيولوجيكال فانكشن على بتاعت السمباثيك، وهنتكلم على الكيميكال ترانسميتر بتاعت السمباثيك وعلى الادرينال ميدل. الاول الاناتوميكال ديفيجن اوف نيرفس سيستم. النيرفس سيستم ده بينقسم الى قسمين، سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. السنترال من اسمها سنترال، يبقى اي حاجه في البرين والسباينال كورد، سيربرال هيمسفير، سيربيلم، سباينال كورد، ده كله ده يبقى سنترال نيرفس سيستم. البريفرال اي حاجه طالعه منه، بمعنى ان من البرين هيطلع فيه حاجه اسمها الكرينيال نيرفز. الكرينيال نيرفز دول 12 كرينيال نيرفز، اللي يهمني انا في الاوتونوميك اربعه منهم بس، اللي هم 3 و7 و9 و10. بعد كده من السباينال كورد، اللي طالع من السباينال كورد يبقى اسمه سباينال نيرفز، وده اسمه برضو بريفرال نيرفس سيستم. يبقى البريفرال نيرفس سيستم في كرينيال وفي سباينال. السباينال ده عندنا بيبقى فيه كذا بارت، في سيرفايكال ده المفروض 8، ثوراسيك يبقى 12 سيجمنت، لمبر فوت 5، سيكرال 5، كوكسجيال 1. ده قطاع في السباينال كورد، لازم تعرف ده انتيرير هو اسمه فنترال، وفي الدورسال اللي هو البوستيرير. في عندي جراي ماتر زي ما انتم شايفين على شكل اتش، وفي الوايت ماتر. الجراي ماتر ده في عندي anterior horn cell، في posterior horn cell، وفي في النص lateral horn cell. اي reflex بسيط، لو احنا قلنا مثلا في شكة دبوس في ايديا، ايه اللي هيحس بيها؟ يبقى في receptor، الreceptor دي هتبعت اشارات في nerve sensation sensory nerve، يروح على posterior horn cell يعمل relay، بعد كده يبعت اشارات في anterior horn cell منها الى على طول المصل، يقول خلي بالك هنا في دبوس لازم تتحركي. النيرف ده او النيرون ده البيزك يونت بتاع النيرف سيستم. مكون من ايه؟ زي ما انتم شايفين ادي سيل بوديز، وطالع منها دندرايتس، وبعد كده في اكزون، وفي طالع بعد كده من الاكزون برضو زي دندرايتس تاني. النيرف سيل ده عندنا هو ده اللي بيتبعت فيه الإشارات من نيرف لنيرف، ومن نيرف مثلا للعضلة أو للهارت أو للجلاند أو غيره. في بعض النيرف بيبقى مايلينيتد زي ما احنا شايفين، ده المايلين شيث، وفي حتة في النص بتبقى مفيهاش مايلين شيث، ودي اسمها النود أو فرانفير. نيجي بقى للفانكشنال ديفيجن اوف النيرفس سيستم. يبقى النيرفس سيستم مكون من سنترال اللي هو البرين السباينال كورد، بريفرال اي حاجه طالعه منه اللي هو كرينيال وسباينال نيرفس. طب البريفرال ده بينقسم الى قسمين، فانكشنال ديفيجن سوماتيك، والسوماتيك ده ليه دعوه بالفولنتري، يعني لما بقول لك عايز احرك ايدي يبقى ده سوماتيك، انا اللي بتحكم في تحرك ايدي، تمام؟ عايزة أجري، عايزة أكتب، عايزة أعمل، كل ده حاجات أنا بتحكم فيها. لكن الأوتونوميك نيرفس سيستم حاجات انفولنتري، بمعنى إن أنا لو خفت فجأة هيحصل إيه في هارت، الهارت بتاعي، القلب بتاعي، هيحصل إن هو زيادة في النبضات. هل أنا اللي بقول الهارت بتاعي زود النبضات بتاعتك؟ لا، ده أوتونوميك. يعني إيه أوتونوميك؟ يعني انفولنتري.
لما انا اشم ريحه حلوه وفجاه يحصل انكريس في السلايفيشن، هل ده انا اللي بقول السلايفيشن تزيد؟ لا، ده حاجه انفولنتري. يبقى الانفولنتري ده هو الاوتونوميك نيرفس سيستم. اي حاجه انفولنتري انا مش بتحكم فيها يبقى ده under the control of autonomic nervous system. طب الاوتونوميك ده بينقسم الى سمباثيك وباراسمباثيك. السمباثيك ايه بقى؟ يعني هعرف منين ده سمباثيك ولا باراسمباثيك؟ ده according to البري ganglionic cell bodies، السايت بتاعها موجود فين هيبقى ده سمباثيك او باراسمباثيك. تعريف بسيط، السمباثيك اي ستريس في حياتك يبقى ده سمباثيك. دخل امتحان، ورق اسد، واحده بتولد، واحد بيلعب رياضه، كل ده ستريس. تمام، ستريس يبقى سمباثيك، يبقى اس اس ستريس سمباثيك. باراسمباثيك بقى وانت بقى مريح مخلص امتحاناتك، بتتفرج على التلفزيون ومفيش اي مشاكل، يبقى ده ايه بقى؟ ده الريست اند دايجست، يبقى بارا سمباثيك نيرفس سيستم. طيب انت بصيت على الرسمه دي، ده الفرق بين الاوتونوميك والسوماتيك. الاوتونوميك اللي هو الانفولنتري، والسوماتيك اللي هو الفولنتري. الرسمه دي موضحه حلوه جدا لو بصيت عليها. ادي عندي الاشاره طالعه من سباينال كورد من الانتيرو هورن سيل دايركتلي للمصل، يبقى ده سوماتيك. هل ارتاح في اي حته؟ ما ارتاحش في اي حته، على طول من الانتيرو على طول للسكيتال مصل، وبيبقى النيرف طويل ومايلينيتد. طيب الاوتونوميك ده عباره عن ايه بقى؟ الاوتونوميك برضو اشاره برضو من السباينال كورد، عندنا هيطلع من اللاترال هورن سيل، بيمشي الاول يمشي يمشي وبعد كده لازم يريح في النص. الراحه دي حته اسمها الجانجليا، اوتونوميك جانجليا. وبالتالي ما دام في جانجليا يبقى في حاجه قبلها وفي حاجه بعدها. الحاجه اللي قبلها تبقى اسمها بري جانجليونيك، والحاجه اللي بعدها تبقى اسمها بوست جانجليونيك. البري جانجليونيك ده زي ما انتم شايفين ده مايلينيتد نيرف، عليه مايلين شيث. خلاص، البوست جانجليونيك فايبر ده بيبقى ان مايلينيتد. ادي هو بيغذي، عندي بيغذي بقى اي حاجه فيسرال اورجانز، اي حاجه جوه جسمي، حاجه انفولنتري انا ما بتحكمش فيها، جلاند، الهارت، الانتستين، الموتيليتي، هيتحكم في الموتيليتي، هيتحكم في البلادر، اليورينر بلادر، اي حاجه انفولنتري انا ما بتحكمش فيها، وده السوماتيك اللي هو الفولنتري بتاعنا. طيب مقارنه ليها، ادي الاستوماتيك ده كنترول اي كنترول فولنتري، اوتونوميك كنترول اي كنترول انفولنتري اكشنز. طيب السوماتيك فولنتري، يبقى الافكتور اورجانز الاورجان اللي هو بيأثر عليها هو السكليتال ماسلز، ودايما في السكليتال ماسل هحركها ولا هعملها انهبيشن؟ بيبقى هحركها، ما دام هحركها يبقى ده اكسايتاتوري، هعمل كونتراكشن فيها. طيب السيلز زي ما احنا شفنا في الرسمه اللي فاتت طالعه منين؟ طالعه من الانتيريور هورن سيل وماشيه على طول بدون جانجليا، وان افرنت نيرون، وتبقى مايلينيتد. الاوتونوميك بقى بيبقى كنترول انفولنتري اكشن، بيغذي مين؟ بيغذي الهارت، السموث ماسل، الجلاند، ويبقى اكسايتاتوري او انهبيتوري. يعني ايه اكسايتاتوري او انهبيتوري؟ يعني في الهارت مثلا وانا عندي ستريس بيحصل زياده في الهارت ريت، بيحصل اكسايتاتوري، لكن وانا مرتاحه ونايمه مثلا بيحصل انهبيتوري، بيقل الهارت ريت. يبقى في اكسايتاتوري وفي انهبيتوري. السيلز طالعه منين؟ بدل ما هنا كانت طالعه من الانتيرو هورن سيل، طالعه من اللاترال هورن سيل. بيبقى في حاجه في النص يرتاح فيها اللي هي الجانجليا، وبالتالي يبقى في بري جانجليونيك وفي بوست جانجليونيك فايبرز. البوست جانجليونيك بيبقى ان مايلينيتد، بينما البري جانجليونيك بيبقى مايلينيتد. نفس الكلام اوتونوميك نيرفس سيستم ده كونسيرن او كنترول للانفولنتري فيسترال فانكشن، النيرفيتال جلاند، كارديك ماسل، بلين ماسل زي blood vessels، الاي، البلادر، الجي اي تي، الاير باسجز، كل الحاجات دي كلها انفولنتري. وبالتالي هيتحكم في ايه؟ هيتحكم في فانكشنز كتيره جدا عندنا زي الهارت ريت، البلاد بريشر، الجي اي تي موتيليتي، سكريشن واليورينيشن والديفيكيشن وهكذا. يبقى في بري جانجليونيك، في بوست جانجليونيك، وبيبقى رابيد اند انتنس، لما تخض فجاه
بيحصل ايه؟ تاكي كارديا على طول. يعني ايه تاكي كارديا؟ يعني بزياده في الهارت ريت، بيزيد فجاه على طول بسرعه، مش لسه هيستنى فتره. تمام؟ يبقى النيرفس دايما بيبقى سريع جدا. السوماتيك بيبقى فولانتري، التارجت اورجان السكيتال ماسل بيبقى 1 موتور نيرون من السباينال كورد السكيتال ماسل، بيبقى مايلينيتد وكوندكت برضو رابيدلي. طيب نيجي بقى نتكلم بالتفصيل على الاوتونوميك نيرفس سيستم. احنا اتفقنا الاوتونوميك نيرفس سيستم فيه 2 برانشز اللي هما ايه؟ في سيمباثيتك وفي بارا سيمباثيتك. في الغالب دايما السيمباثيتك والبارا سيمباثيتك بيبقوا انرفيت ذا سيم ستراكشرز، بمعنى ادي السيمباثيتك الاي بيغذي الاي، هنا برضو البارا سيمباثيتك بيغذي الاي، هنا البارا سيمباثيتك بيغذي السليفري جلاند، السيمباثيتك برضو هيغذي السليفري جلاند، بيغذي الهارت، هنا بيغذي الهارت، لونج لونج، سومات ستومك ستومك، وهكذا. لكن في بعض الاورجانز بيبقى ما ينفعش تتغذى بالبارا سيمباثيتك نيرفس سيستم. زي ايه مثلا؟ زي السكن. عندنا السكن والبلاد فيسلز اللي جواها، انا لو قلت لك ان السيمباثيتك ميلي موستلي بيعمل فاز كونستريكشن، تمام، وفي الغالب دايما السيمباثيتك عكسه الباراسيمباثيتك، يعني لو قلت لك برضو هيبقى الباراسيمباثيتك هيعمل فاز دايليتيشن، يعني بيوسع الاوعيه الدمويه. طيب ده واحد بيعمل فاز كونستريكشن وواحد بيعمل فاز دايليتيشن، تفتكر انت وانا مرتاحه وانا نايمه ينفع ان كل الجسم بتاعي يحصل له فاز دايليتيشن وفي السكين بتاعي؟ والسكين طبعا كتير قوي في الجسم، سيرفيس اريا بتاعته كبيره، فما ينفعش كده، هيحصل هبوط في كل الدوره الدمويه ويحصل هايبوتنشن وممكن واحد يموت. وبالتالي من حكمه ربنا ان هو خلى السكين بيتغذى بس بالسيمباثيتك نيرفس سيستم. عندي السبلين، السبلين اللي هو ايه؟ اللي هو الطحال، ده مخزن للدم، والفانكشن بتاعته ان هو لما بيحصل ستريس مثلا زي في الهيموريج بيحصل كونتراكشن للسبلين ويطلع الدم في السيركيليشن وبيزود البلاد فوليوم وبيعوض الدنيا. هل من المستحب برضو ان مثلا وانا في الباراسيمباثيك وانا مرتاحه وانا نايمه هيقعد بقى يجمع بلاد مثلا ويقعد يخزن دم؟ مش هيبقى الفانكشن بتاعته ما تنفعش باراسيمباثيك. يبقى السبلين من ضمن الاورجنز اللي ما ينفعش تتغذى بالباراسيمباثيك، بتتغذى اكسكلوسيفلي بالسيمباثيك. الهارت، هل كل الهارت بيتغذى بالسيمباثيك والباراسيمباثيك؟ انا بقول لك ان الهارت بيزيد النبضات بتاعته في الاسترس وبيقل في الريست والدايجست. طيب لو زاد بقى الباراسيمباثيك على الهارت هيحصل ايه؟ ممكن الهارت يقف. هل الهارت لما يقف كده هيبقى حاجه كويسه؟ هموت. طيب يبقى ربنا بيحميني بحاجه تانية، ان بيخلي لي ان الفنتريكل بتاع الهارت ده تمام ما يتغذاش ابدا بالباراسيمباثيك، بيتغذى بالسيمباثيك اونلي. وبالتالي لو حصل زياده في الباراسيمباثيك على منظم القلب اللي هو الاس اي نود هيحصل ايه؟ هيقل وممكن يتوقف الهارت، يتوقف لعده ثواني وبعد كده يبتدي يفوق. مين اللي يفوق بقى؟ الحته اللي مش متغذيه بالباراسيمباثيك اللي هي الفنتريكل، يبتدي الهارت يحصل انقباض بالريزم بتاع الفنتريكل وبالتالي من واحد ما يموتش. يبقى عندي السكن، الفنتريكل، سبلين، وكمان الادرينال ميدالة. الادرينال ميدالة ان شاء الله لما نيجي ناخد وقت فيها هنتكلم ان هي بتفرز هرمونز اللي هما الابنفرين والنور ابنفرين اللي هما خاصين بالستريس، وبالتالي مش هينفع ابدا تبقى متغذيه برضو بالباراسيمباثيك نيرفس سيستم. يبقى الحاجات الاورجانز دول ده بيبقى اكسكلوسيفلي بالسيمباثيك، اكسكلوسيفلي يعني اونلي باي سيمباثيك، دول اللي هما مين؟ السكن، الفنتريكل، سبلين، ادرينال ميدالة. اتفقنا ان السيمباثيتك موستلي في معظم الاحوال بتبقى انتاجونايز ايتش اذر مع الباراسيمباثيتك، انتاجونايز الباراسيمباثيتك، ده يزود يبقى ده يقلل، ده بيعمل فاز دايليتيشن ده يعمل فاز كونستريكشن وهكذا. طيب احنا قلنا ان الاوتونوميك نيرف بيطلع عندنا من اللاترال هورن سيل ولازم يرتاح في الطريق في حته اسمها الجانجليا. يعني ايه جانجليا؟ ده مجموعه من النيرف سيلز بس اوتسايد السي ان اس، بيبقى ريلي ستيشن، محطه للراحه بين البري جانجليونيك اند بوست جانجليونيك فايبر، بتبقى ديستريبيوتنج سنتر، بمعنى ان يدخل جواها واحد بري جانجليونيك ممكن يطلع بيبقى ساينابس مع 9
post ganglionic neurons وبالتالي بتعمل wide distribution of autonomic nervous system يغذي حتت كتيرة جدا. autonomic nervous system autonomic ganglia فيها 3 types وده سؤال common جدا ان احنا نسأله ايه هي الطايب بتاعة autonomic ganglia. autonomic ganglia في 3 types اول واحد اللي هو lateral او اسمها para vertebral ganglia. اللاترال او البارا فيرتبرال من اسمها بارا بارا يبقى حوالين السباين الفيرتبرا كولم تمام يبقى ادي هنا مفروض هنا على البوست سايد اوف ذا فيرتبرال كولم هتلاقي هنا تشين وتشين تشين سلسله اهي كامله تمام وان بير فور ايتش سباينال سيجمنت بمعنى ادي مثلا الثوراسيك سيجمنت هيطلع واحد من هنا واحد يمين واحد شمال السكند ثوراسيك سيجمنت واحد يمين واحد شمال يبقى كل سيجمنت طالع منها ايه one bear واحد يمين واحد شمال الا في السيرفايكل. السيرفايكل عندنا مفروض احنا قلنا السيرفايكل سيجمنت مفروض 8 طب يبقى لكن طالع منها كام جانجليا طالع منها 3 جانجليا اللي هي السوبيريور والميدل والانفيريور ده ريلي ستيشن لمين ريلي ستيشن للسيمباثيك نيرفس سيستم عشان كده بتتسمى بالسيمباثيك تشين يبقى أول تايب من الأوتونوميك جانجليا اللي هو اسمه اللاترال أو البارا فيرتبرال وأي جانجليا لازم هتكلم على ثلاث حاجات موقعها فين ريلي ستيشن لمين واسمها إيه يبقى اسمها هنا إيه أول حاجة اللاترال أو البارا فيرتبرال موجودة فين موجودة دي تبقى one pair for each segment إلا في السيرفايكل في superior middle inferior ريلي ستيشن لمين للسيمباثيك نيرفس سيستم عشان كده اتسمت بالسيمباثيك chain. نيجي بعد كده للسكند تايب اللي هو اسمه الكولاترال كولاترال كولاترال اللي هو البري فيرتبرال جانجل بري فيرتبرال جانجليا يبقى ده اسمها موجوده فين موجوده حوالين البيج برانشز اللي طالعه من الاورطه تمام زي مثلا السوبيرو ميزنتريك الانفيرو ميزنتريك السيلياك كل الجانجليا دي طالعه ماشي جنب ايه بلاد فيسلز طيب من اسمها كو يبقى بتجمع ريلي ستيشن لحاجتين اللي هما السيمباثيك والبارا سيمباثيك نيرفس سيستم طيب اخر تايب اللي هو او الثيرد اللي هو تيرمينال جانجليا والتيرمينال من اسمها نهائيه يبقى جنب فين نير او انسايد ذا اورجان ودي ريلي ستيشن لمين للبارا سيمباثيك نيرفس سيستم يبقى types بتاعت الجانجليا بالجانجليا عبارة عن ايه ممكن يجي لنا الفانكشن and types of autonomic ganglia الفانكشن يبقى هي relay station distributing center بيبقى عندنا فيه 3 types في lateral collateral terminal اللاترال موجودة فين حوالين one pair for each segment of the spinal cord الا في cervical region وعندي relay station للsympathetic collateral يبقى حوالين البلود فيسلز اللي طالعه من الاورطه ودي ريلي ستيشن لمين للاثنين كو يبقى سيمباثيك وبارا سيمباثيك والتيرمينال اللي هي موجوده فين جوه الاورجان ودي ريلي ستيشن للبارا سيمباثيك نيرفس سيستم ادي السيمباثيك نيرفس سيستم طالع منين الاوريجين بتاعه لازم تعرف ان طالع من اللاترال اورنسل طب ما البارا سيمباثيك برده طالع من اللاترال اورنسل طب امال منين بقى عندنا خلي بالك ان السيمباثيك طالع لازم تذاكر تقول ثوراكو لمبر يعني ايه ثوراكو لمبر ثوراكو يبقى من الثوراسيك ريجن لمبر يبقى من الابر 3 سيجمنت من اللمبر سيجمنتس يبقى ثوراكو لمبر ده السيمباثيك طيب زي ما انتم شايفين هنا ادي من اللاتر هورنسيل وماشي السيمباثيك في ايه هنا في البري جانجليونيك فايبرز في البري جانجليونيك فايبر تلاقيها برانشد يعني ايه برانشد هايلي برانشد وبالتالي بتبقى اكستنسيف افكت الافكت بتاع السيمباثيك على كل الجسم في كل حته تمام طيب ادي الجانجليا راح حصل ريلي ستيشن ادي وان بري جانجليونيك عمل طلع ممكن ساينابس مع كذا بوست جانجليونيك نيرون ادي البوست جانجليونيك عندي موجود انمايلينيتد طيب البري جانجليونيك فايبر ده بيبقى زي ما شايفين مايلينيتد الجانجليا دي
قلنا ايه قريبه جدا من السباينال كورد، يبقى البري جانجليونيك ماله قصير ولا طويل؟ هتلاقيه قصير، لكن البوست جانجليونيك هتلاقيه طويل عندي. طيب السمباثيك ده ايه الاكزامبل الحي لهذا للاوتونوميك نيرفس سيستم السمباثيك بالذات؟ اللي هو سمباثيك ستريس ريسبونس او الفايت ريسبونس. لما انت تيجي تتخانق يبقى عندك ستريس، عندك فجاه اكسرسايز، فجاه عندك اسد وراك وعايز تجري عايز تهرب منه، بيحصل ايه؟ بيحصل سيجنال جايه من عندي من الهايبوثالاموس حته في البرين، تمام، تروح على الريتيكولار فورميشن، تروح تعمل ماسيف سمباثيك ديسشارج. طب انا عايزه اهرب من الاسد، عايزه اهرب من المشكله اللي عندي، يبقى انا عايزه ايه؟ عايزه طاقه، تمام، عايزه اعرف اتنفس كويس عشان اعمل ووش للسي او 2 واخد اكسجين زياده، عايزه يبقى عينيا مفتوحه كويس عشان اعرف اشوف المجال بتاع الرؤيه بتاعي يبقى واسع، وهكذا. كل الحاجات دي بتتم بالسمباثيك نيرفس سيستم. طيب يبقى لو فكرنا انا دلوقتي خلينا في الاكستريم ورانا اسد، يبقى ايه الفانكشن بتاعه السمباثيك نيرفس سيستم؟ فكر كده في الهيد والنك. اول حاجه هيحصل ايه؟ الهيد والنك دي هيبقى جواها ايه؟ في عين، في سليفري جلاند، تمام، وفي سكن، وفي سيربرال بلاد فيسلز او عموما بلاد فيسلز عموما. طيب بالنسبه للاي، لما انت تكون مخضوض بيبقى فيه ايه في عينيك؟ بيبقى اول حاجه عندك حاجه اسمها البالبيبرال فيشر واسع. يعني ايه البالبيبرال فيشر؟ يعني المسافه بين الاور ايليد واللور ايليد، المسافه دي اسمها البالبيبرال فيشر، دي بتبقى وايدنينج اوف بالبيبرال فيشر، يبقى عيني كده مبرقه وكل عينيا كلها باينه، تمام، فبالتالي يبقى اسمها اكسوثالموس، في جحوظ في العينين، جحوظ في العينين. تاني حاجه عندي في حاجه في الاي اسمها البيوبل اللي هو نين العين. نين العين بيبقى اخباره ايه؟ بيبقى واسع، يبقى في بيوبل دايليتيشن، pupil dilatation widening of palpebral fissure، وفي exophthalmos. طيب ده في بالنسبه للاي. السليفري جلاند لما انت تكون مخضوض في الامتحان بيبقى اخبار بقك ايه؟ ريقك اخباره ايه؟ اكيد بيبقى ناشف، بتحس ان انت مش عارف تبلع ريقك، اهو ده عندي السليفري جلاند بتفرز سيكريشن، بس السيكريشن نوعها مختلف، بيبقى حاجه اسمها trophic secretion، بتبقى thick وviscous، عشان كده بتحس ان ايه ريقك ناشف. في السكن بتبقى عندك في السمباثيك كل البلاد فيسلز كلها فازو كونستريكشن، ليه؟ عشان تودي الدم للحتت المهمه عندي. مين هما الحتت المهمه؟ لما اكون انا في امتحان او عندي ورايا اسد، يبقى انا مخي لازم افكر كويس جدا، الهارت لازم يكون بيشتغل كويس جدا، عضلاتي اللي انا عايزه اجري بيها تبقى كويسه جدا، يبقى فيها دول اللي بيحصل لهم فازوليتيشن. بقيه الحتت كلها السكن، الجي اي تي، اي حاجه تانية مش مهمه بيحصل فيها فازو كونستريكشن. السيريبرال فيسلز عندي المننجيال، الحاجات اللي هي حوالين البرين، مش لازم، مش مهم تاخد بلاد فيسلز كتيره، يبقى بيحصل فازو كونستريكشن. يبقى ده السمباثيك سبلاي للهيد والنك. عندنا زي ما شفنا بيبقى في الاي بزود الفيلد اوف فيجن عن طريق البيوبل دايليتيشن. البيوبل دايليتيشن ده بيتم عن طريق كونتراكشن اوف ماسل في الاي، موجوده اسمها الدايليتور بيوبيلي ماسل، دايليتور بيوبيلي ماسل. بيحصل widening of palpebral fissure، واتفقنا ان هو عبارة عن المسافة اللي بين upper eyelid واللور eyelid، وده عن طريق ايه؟ contraction of superior وinferior tarsal muscle، هيخلي العين يحصل retraction of eyelid، العين توسع عندي. يحصل exophthalmos، exophthalmos يعني جحوظ في العينين، وده نتيجة contraction of retroocular muscle. retroocular muscle دي عضلات بتبقى خلف الاي، retroocular يبقى ورا الاي، بتعمل ايه؟ push الاي وبتعمل exophthalmos. الجلاند عندنا السيلفري جلاند في 3 types، اللي هو sublingual تحت اللسان، submaxillary والباروتيد. بيزود السكريشن بس نوعها مختلف، اسمها trophic secretion، بتبقى concentrated small and rich in inorganic material. بيحصل فيه vasoconstriction of the blood vessels، بيحصل evacuation بقى طبعا للtrophic secretion ده ازاي؟ عن طريق motor to the myoepithelial cell around the acini عشان تحصل evacuation. طيب السكن عندي بيحصل ايه؟ انا عايزه من السكن لما تكون عندك ميتابولايتس كتيره ويست هيت كتيره حران، طبعا في ستريس،
يبقى لازم اطلع الهيت ده عن طريق ان انا يحصل سويتنج، بيبقى فيه زياده في السويتنج، وده حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها. نتيجه سمباثيك كولينرجيك فايبرز برودوس سويتنج، دي ان شاء الله هنذكرها في اخر المحاضره. يعني ايه سمباثيك كولينرجيك فايبرز؟ بيحصل في فازو كونستريكشن للكوتينيوس بلود فيسلز، اتفقنا ان عشان ده مش مهم سكين، مهم عندي البرين والهارت والمسل. بيحصل تصور لما انت تخض قطه، لما بتخض قطه بيحصل فيها ايه؟ شعرها بيقف. طيب شعرها اللي بيقف ده يعني ايه؟ يعني معناها موتور تو ذا اريكتور باي لاي ماسل، ودي بيعمل اريكشن اوف ذا هير، يعني الشعر بيبقى واقف. وانت كمان لما بتتخض ممكن تلاقي ايه، مش بتتخض حتى، بلاش، بتكون بردان، والبرد ده من نوع من الاستريس، عندنا بيبقى شعر ايديك بيبقى واقف. في فازو كونستريكشن اوف مينينجيال بلاد فيسلز، فازو كونستريكشن اوف ذا ثايرويد جلاند، بلاد فيسل راحت في الثايرويد، ادي القطه بيحصل ايه، ادي الاريكشن اوف ذا هير. طيب تفتكر انت لو قطعنا السمباثيك اللي رايح للهيد والنك هيحصل ايه؟ حادثة بعد الشر، حصل فيه تيومر، عمل انتربشن للفايبرز دي اللي طالعه من الهايبوثالاموس ورايحه على السبلاي بتاع الهيد والنك، الجانجليا سيرفايكال سمباثيك جانجليا حصل فيها مشكله، هيحصل ايه؟ قطعنا المهم السبلاي للهيد والنك. احنا دلوقتي فهمنا الفانكشن، الفانكشن هيحصل فيها ايه؟ قلنا عينينا هتوسع، ويحصل اكسوف سالموس، ويحصل بيوبيل دايليتيشن، ويحصل سويتنج، ويحصل فازو كونستريكشن، ده المين افكت. اقلبها بقى، قطعناها يبقى عندنا هيحصل ايه؟ الاي بيوبيل بدل ما تبقى بيوبيل دايليتيشن هيبقى بيوبيل كونستريكشن، يعني ان العين هيبقى صغير، يعني اسمها مايوزيس. تمام. طيب الفازو كونستريكشن هتقلب تبقى فازو دايليتيشن، في سويتنج يبقى الثاني ما فيهاش سويتنج، يبقى اسمها حاجه اسمها ان هيدروزيس، بدل ما كانت عينيا اكسوف سالموس وطالعه لبره هتبقى حاجه اسمها اينوف سالموس او فولس اينوف سالموس، يعني كاني ده عينيا داخله لجوه. وليه عينيا كانها داخله لجوه؟ لان الجفن بيبقى ساقط، بيبقى يحصل توزيس للجفن الفوقاني. يبقى ده اسمه ايه؟ السندروم ده اسمه هورنرز سندروم. ده ايه سببه؟ بيحصل cutting of cervical sympathetic ganglia نتيجة damage of hypothalamo descending sympathetic pathway by accident او cancer في اللونج في الابكس بالذات. بيحصل ايه؟ بيحصل at the same side of the lesion، بيبقى غالبا بيبقى ipsilateral. بيحصل constriction of the pupil اللي هي اسمها meiosis، نتيجة ايه؟ نتيجة ان العضلة اللي بتعمل dilatation اسمها dilator pupil يحصل لها paralysis. Paralysis يعني شلل، يبقى في paralysis للبيوبيل للدايليتور بيوبيلي، وبالتالي مين اللي شغال اكتر بقى دلوقتي؟ دلوقتي السم، احنا اتفقنا ان كل الاورجنز بتتغذى، معظمها بتتغذى بسمباثيك وباراسمباثيك. تمام. فدلوقتي انا باظ السمباثيك، يبقى مين اللي شغال اكتر؟ عندي الباراسمباثيك اللي هو الاوكيولو موتور نيرف، يبقى هيحصل ايه؟ constriction of the pupil نتيجة paralysis of dilator pupilli والdominance of oculomotor اللي هو الباراسمباثيك. هيحصل بدل ما widening of palpebral fissure يبقى narrowing of palpebral fissure نتيجة ptosis، والp silent هنا ptosis of the upper eyelid، يعني ايه ptosis؟ يعني سقوط للجفن العلوي. هيحصل false in of sulmus نتيجة narrow of palpebral fissure. هيحصل vasodilatation of the blood vessel في الفيس. هيحصل anhydrosis يعني loss of sweating. ادي الهورنر سندروم، توزيس، ميوزيس، انهيدروزيس، اينوف سالموس، اند فازو دايليتيشن. زي ما انت شايف اهو، ادي العين عندي صغيره، في بيوبل ميوزيس، في توزيس سقوط للجفن العلوي، وعندي بيحصل اينوف سالموس. بعد كده طيب تفتكر انت في الهارت هيحصل ايه؟ دلوقتي انا في ستريس، يبقى لازم الهارت بتاعي لازم ينقبض كويس جدا بسرعه. تمام. علشان ايه؟ يبقى بزود كل البروبرتي اوف ذا هارت اللي هي اكسايتابيلتي، كونتراكتيليتي، كونداكتيفيتي، ريزمستي. وبالتالي بتحس ان الواحد لما هو مثلا يكون مخضوض او بتاع بيحس ان ايه؟ قلبه بيرفرف عليه. يعني ايه قلبه بيرفرف عليه؟ يعني في البالبيتيشن، انكريز في الهارت ريت، وبيحصل قلبه كانه بينبض جامد جدا وبقوه، بيحصل اسمه pounding heart، يعني increase في strength of the contraction. طيب تفتكر انت الهارت، اتفقنا ان هل هيحصل vasodilation ولا vasoconstriction؟
الهارت عمال يشتغل جامد 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 جدا وبسرعه، يبقى لازم اكيد هيحصل فيه تراكم في الميتابولايتس. هيحصل ايه؟ تراكم الميتابولايتس ده هيعمل باز دايليشن اوف ذا كورونري ارتري اللي هو الارتري اللي بيغذي الهارت. اللنج، انا وانا مخضوضه وبجري عايزه اخد ايه؟ عايزه اخد نفس، عايزه اخد اكسجين كويس جدا واشيل ثاني اكسيد الكربون، يبقى لازم هيحصل انهيبيشن للبلين ماسل بتاع التراكيه والبرونكاي، يعني بيحصل برونكو دايليتيشن. طيب بيحصل فازو كونستريكشن، سلايت فازو كونستريكشن في البالمونري فيسلز، مش هيأثر على على الجاز اكس تشينج، لكن هيمنع ان يبقى فيه سكريشن ويبقى فيه مشاكل في الطريق الباسوي. تمام، يبقى ده ممكن يجي لنا سؤال فانكشن اوف سمباثيك في الهيد والنك، فانكشن اوف سمباثيك في الكارديو بالمونري ديفيجن او في الثوركس، هورنر سيندرومز، كل دي ممكن اسئله وبتبقى بسيطه. ادي عندي تراكيه تمام فيها بلين ماسل النورمال، لو حصل ازمه بيحصل برونكو كونستريكشن، البرونكو دايليتور بقى لازم كانه بيشتغل كانه سمباثيك، هيعمل ايه؟ برونكو دايليتيشن. السمباثيك في الليمب او في الترانك مش مهم قوي، لان هي عباره عن نفس الكلام في اي سكن، بازو كونستريكشن، السويت جلاند هيحصل سكريشن، الالكتروبايلر ماسل هيحصل لها موتور او كونتراكشن، ويحصل فازوريليشن للسكيزال ماسل عشان تمنع الفتيج. طيب بالنسبه بقى للابدومين، الابدومين فيها ايه؟ عندي فيها ليفر، فيها ستومك، فيها سبلين، فيها ادرينال جلاند، وفيها كيدني تمام، وفيها بقى الحاجات اللي هي الجي اي تي عندي من السمول انتستين واللارج انتستين. هيحصل فيها ايه؟ هيحصل فيها الاتي، انا عايزه ايه في الابدومين؟ وانا في ستريس في هيموج مثلا هيحصل كونتراكشن للسبلين، يبقى اول في عندي كونتراكشن للسبلين، وبالتالي يعمل امبتي اوف اتس كونسنتريتد ار بي سيز انتو سيركيليشن، يزود البلاد فوليوم، يعوض لي النزيف. طيب هل انا بقى فاضيه في الاستريس ان انا اقعد بقى اهضم بقى الاكل بتاعي ويحصل موتيليتي ويحصل سكريشن ويحصل ديفيك افضي الاكل وكده؟ لا، انا مش فاضيه للحاجات دي، انا دلوقتي ورايا مهمه، حاجه مهمه، عايزه اهرب من الاسد، عايزه احل المشكله اللي عندي، يبقى هيحصل انهيبيشن للماسل اوف ذا ستومك والسمول انتستين. بس خلي بالك ان دايما الماسل عكس السفنكتر، السفنكتر ده بيبقى كانه البوابه، البوابه تفتكر انا عايزه افضي الاكل ولا عايزه اخليه زي ما هو لان انا دلوقتي مش فاضي اهضمه، يبقى انا عايزه اقفل البوابه، يبقى بيحصل اكسايتيشن للسفنكتر، يبقى انهبت المسل واكسايتيشن للسفنكتر، وبالتالي هيعمل فود ريتنشن او ديلاي في الامبتي. الليفر، انا محتاج الليفر ده عباره عن ايه؟ مكان بيتخزن فيه عندي الجلوكوز الى على صوره جلايكوجين، ولما احتاج الجلايكوجين ده يبقى بيتكسر الى جلوكوز، وانا في الاسترس دي عايزه ايه؟ عايزه طاقه، الطاقه دي هتجيلي عن طريق تكسير الجلايكوجين، هيعمل جلايكوجينوليسيس وبالتالي هزود البلاد جلوكوز. طيب البلاد فيسلز الموجوده في السبلانكينيك اريا في الابدومين عموما، هل هتبقى واسعه وتاخد بقى كل الدم كله ولا هتعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان الحتت المهمه هي البرين، الهارت، السكيتال ماسل، لو هجري يبقى انا بالتالي البلاد فيسل الموجوده في الابدومين هيحصل لها فازو كونستريكشن. في عندي الجلاند اللي هي الادرينال جلاند، دي اللي هو السوبرارينال، بتبقى فيها ادرينال مضله، والادرينال المضله دي عندي بتفرز ادرينالين ونور ادرينالين، ودي زي ما اتفقنا اكسكلوسيفلي او اونلي سبلايد باي سمباثيك، يبقى عندي السمباثيك هيعمل ايه؟ هيحفز افراز الادرينالين منها. طيب هل انا بقى هحرق الاكل وهحرق كل حاجه ولا الميتابوليزم بتاعي هيبقى واطي؟ لا بالعكس، انا دلوقتي عندي ستريس، عندي بجري، عندي في اكسرسايز، عندي في فلايت او فرايت، خايف، مرعوب، بتخانق، يبقى انا بزود الميتابوليك ريت. الادرينال المضله دي عندي عباره عن ايه؟ سبيشاليزد جلاند. السبيشاليزد جلاند دي عندي بتفرز ايه؟ بتفرز هرمونز اللي هم الادرينالين والنور ادرينالين، ومين اللي بيبقى الادرينالين؟ 80% ادرينالين، بيمشوا هرمونز بقى
غير النيرفس سيستم سريع وبيخلص بسرعه، لكن ده هرمونز فبيقعد سلولي ريموفد فروم ذا سيركيوليشن باي الكرومافين سيل. بيقعد ما دام هرمونز قلنا ان هو على بال ما يتكسر بقى وياخد وقته، بياخد ايه؟ بياخد 5 ل 10 تايمز لونجر ذان اللي هو النيرفس اكشن. عندي بيحصل بيعمل سبورت للنيرفس السمباثيك نيرفس سيستم، وبيوصل لحتت ما بنوصلش ليها السمباثيك اللي هو زي الميتابوليك ريت، تمام؟ بيروح على الفات ويروح على بيعمل انكريس في اللايبوليسز وهكذا. يبقى الحاجات دي ما بيوصل لهاش النير السمباثيك نيرفس سيستم، لكن بيوصل لها الادرينالين والنور ادرينالين. نيجي بعد كده على البلفس. البلفس جواه ايه؟ جواه تلات حاجات. في حاجه الريكتم بقيه اللارج انتستين، وفي عندي اليورينري بلادر، وفي عندي الجينيتالي. طيب بالنسبه لليورينري بلادر عندي اتفقنا، هل انا فاضيه افضي ولا اخلي اليورين زي ما هو؟ يبقى هعمل يورين ريتينشن. وما دام هعمل يورين ريتينشن زي اي قاعده دلوقتي عندنا قلنا ان المصل هيحصل لها ايه؟ انهبيشن، لكن البوابه اللي هي السفنكتر لازم يحصل لها اكسايتيشن. طب انا عندي بوابتين في اليورين بلادر وفي الريكتم، في عندي انترنال وفي اكسترنال. الاكسترنال ده فولنتري، انا اللي بتحكم فيه، بعمل مش دلوقتي مفيش وقت مناسب للحمام، ممكن اعمل فولنتري كنترول على الاكسترنال يوريثرال او الاكسترنال ريكتال سفنكتر. لكن الانفولنتري اللي هو الانترنال يوريثرال سفنكتر ده بيحصل له اكسايتيشن او موتور في حاله السمباثيك في البلفس. الفيكال نفس الكلام، عندي انهيبيتوري للبلين ماسل بتاعت اللارج انتستين، لكن اكسايتاتوري للانترنال انال سفنكتر. عندي الفازو كونستريكشن بيحصل طبعا زي اي اورجان بقى في الجسم، هيحصل فازو كونستريكشن وبالتالي هيحصل انهيبيشن اوف الاريكشن، والاريكشن هو بيحصل له انهيبيشن. لكن في على النقيض بيحصل كونتراكشن للمصل بتاعت الابيديديمس والفاس ديفرنس والسيمينال فيزيكل، وبيعمل ايجاكيوليشن اوف سيمن اللي هو القذف. في الفيميل بيحصل يوتراين انتي بريستاليسيس. يعني ايه انتي بريستاليسيس؟ يعني ضد الاتجاه. المفروض النورمال بريستاليسيس بتاعت الفيميل بتبقى داونورد لبره، لكن هنا في الحاله دي في السيكشوال انتركورس بيبقى انتي بريستاليسيس، يعني بتحول السيمن او السبرم بتخليه يطلع لفوق لحد ايه الفالوبيان تيوب. يبقى ده بالنسبه للبلفس. عندي برضو ممكن يجي لنا سؤال المنشن الفانكشن بتاعت السمباثيك في البلفس، بيحصل يورين ريتينشن ازاي؟ ودي ممكن غلطه بتبقى كتير جدا في الام سي كيو. بيحصل انهيبيشن للمصل لكن اكسايتاتوري للسفنكتر، انترنال يوريثرال سفنكتر. الفيكال نفس الكلام، انهيبيشن للمصل لكن اكسايتاتوري للانترنال انال سفنكتر. بيحصل فازو كونستريكشن، يعني بيعمل انهيبيشن للاريكشن، وبيعمل ايجاكيوليشن، وبيعمل يوتراين انتي بريستاليسيس. طيب الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو السمباثيك اتفقنا ان هو في بيتفرز في الستريس فايت فلايت فرايت، ثراكو لامبر الابر لكل الثراسيك والابر ثري لامبر، بيبقى شورت بري جانجليونيك ولونج بوست جانجليونيك، بيبقى هايلي برانشد واكستنسيف افكت. بيبقى شايفين هنا ادي نيرف، اتفقنا ان ده نيرون اللي هو البيزك يونت بتاعه النيرفس سيستم، ادي السيل بودي وادي عندي الاكسون، تمام؟ ونهايه الاكسون عندي في الدندرايت في عندي ايه؟ في عندي عايزه انقل الاشاره من نيرف لنيرف. عشان انقل الاشاره من نيرف لنيرف في حاجه اسمها نيورو ترانسميتر. شايفين نيورو ترانسميتر هنا لونه ازرق اسمه استايل كولين، لكن النيورو ترانسميتر اللي هنا مختلف عنه اسمه النور ابينفرين، تمام؟ بس فاحنا بنقول اول بري جانجليونيك فايبر كلها بتبقى استايل كولين. قول دي معناها ايه؟ كل البري جانجليونيك سواء سمباثيك او باراسمباثيك بتبقى ايه؟ بتبقى استايل كولين، عشان كده اسمها كولينرجيك نيرف. لكن البوست جانجليونيك سمباثيك بتبقى موستلي نور ابينفرين. يعني ايه كلمه موستلي؟ يعني في شويه ممكن يفرزوا كمان استايل كولين، لكن انا في الاغلبيه العظمى بتبقى نور ابينفرين. بعد كده ناخد بقى نفس، لان النيورو ترانسميتر محتاجه شويه فهم حبه. عندي
نفس كده ان شاء الله ربنا يهدي الحال. الكيميكال ترانسميتر، يعني ايه الكيميكال ترانسميتر؟ يعني ده الكيميكال سبستنس اللي باي ويتش الامبلس ترانسميت من نيرون لنيرون او من نيرون الى الفيكتور اورجان. في تو تايبس، في كولينرجيك زي ما لسه قايلين ان كولينرجيك يعني معنى ذلك النيرف بيفرز اسيتايل كولين او بيبقى بيفرز نور ادرينالين، عشان كده بيتسمى ادرينرجيك فايبر. الكيميكال ترانسميتر ادي عندي البري جانجليونيك هيفرز عندي استايل كولين، ولازم استايل كولين ده يلاقي ريسبتور على البوست جانجليونيك عشان ياثر عليها، يروح شابك في الريسبتور ويحفزها. البوست جانجليونيك اتحفزت وراحت ايه، مشي الامبلس فيها وصل لحد النهايه، هيحصل ريليز لايه؟ هيحصل ريليز للنيورو ترانسميتر. في حاله السمباثيك هيبقى موستلي يبقى النور ابنفرين، لكن في بعض الحالات الشاذه بيبقى استايل كولين. لازم برضو التارجت اورجان بتاعنا لازم يحتوي على ريسبتور للنور ابنفرين والاستايل كولين عشان يشتغل عليه. طيب نيجي للادرينرجيك ترانسميتر اللي هو عند بيتفرز فيه موست سمباثيك بوست جانجليونيك نيرون ريليز النور ادرينالين. طيب النور ادرينالين ده او الادرينالين بيتكون ازاي؟ المفروض خدتوه في البايو من التيروسين يتحول الى الدوبا، الدوبا يتحول الى دوبامين، وبعد كده الى نور ابينفرين، وده اللي بيطلع عندنا عادي خالص من النيرف اندنج. تمام، في الادرينال مضله بقى عندي النور ابينفرين بيتحول الى ابينفرين، عشان كده قلنا في الادرينال مضله بتفرز 80% ابينفرين. خلاص طيب، يبقى موست سمباثيك بوست جانجلينيك فايبر بيفرز نور ادرينالين الا مين بقى؟ انا قلت موست، طب امال مين بقى اللي شاذ اللي بيفرز استايل كولين؟ السويت جلاند. في اول المحاضره انا قلت لك في السويت جلاند سبلاي باي سمباثيك كولينرجيك فايبر. تمام، يبقى السويت جلاند دي الاندنج بتاعتها بتفرز ايه؟ بتفرز استايل كولين. السكريتال ماسل والسكريتال ماسل بلاد فيسلز والبايرو اريكتور ماسل كل دول بيبقوا كولينرجيك، يعني بيفرزوا استايل كولين كنيورو ترانسميتر. الادرينال مضله احنا قلنا دي جانجليون. تمام، بتفرز ايه؟ هتفرز عندنا 80% ادرينالين و 20% نور ادرينالين. وبعض النيورونز ان شاء الله هتاخدوها في السي ان اس بتفرز النور ادرينالين. يبقى دول ممكن برضو يجي لنا سؤال صغير، ايه هما السايت اوف ريليز اوف ادرينالين ونور ادرينالين؟ يبقى عندنا موست سمباثيك بوست جانجليونيك فايبر الا، ودول الاكسبشن لازم تحفظهم كويس جدا، ممكن يجوا في الام سي كيو، عندي ادرينال مضله وسام نيرونز في السي ان اس. بعد كده السنس بتاع النور ابنفرين زي ما اتفقنا تيروسين دوبا دوبامين، وبعد كده قلنا الدوبامين ده بيتحط في السكريتوري فيزيكال في النيرف اندنج ويتحول الى نور ابنفرين. في الادرينال مضله في اخر مرحله اللي هي من نور ابنفرين الى ابنفرين. طيب الميجر برودكت الموجود في الادرينال مضله هو الادرينالين، لكن النور ادرينالين هو المور اباندنت فين؟ في النيرفس سيستم اللي هو السمباثيك نيرفس سيستم اللي هو بقى كنيرفس مش كهرمون. طيب النور ادرينالين ده هل لما يتفرز في عند التارجت اورجان هيقعد يشتغل فور ايفر؟ لا طبعا مش فور ايفر، لازم ليه بينتهي الاكشن بتاعته. بينتهي ازاي؟ يا اما يحصل له ري ابتيك يعني يتاخد تاني بالبري سينابتيك نيرف اندنج يتاخد تاني، وده الميجر ميكانيزم اللي هو 50-80%، يا اما هيحصل له ديفيوجن بقى للسراوندنج فلويد ويعني يحصل له كانه دايليوشن ويروح، يا اما يحصل له ميثايليشن بحاجه اسمها الكوميت اللي هو الكاتيكول او ميثايل ترانسفيريز، يا اما يحصل له اوكسيديشن بالماو اللي هو المونو امين اكسيديز، وده موجود في النيرف اندنج. طيب عندي الميجر ميتابولايتس للابنفرين والنور ابنفرين عندي بيبقى حاجه مهمه خالص هتعرفوها موجوده بتبقى موجوده في اليورين، حاجه اسمها الفينايل مانديليك اسيد. تمام، او الميتوكسي
4 هيدروكسي مانديليك اسيد، ده الميتابولايتس اللي طالع من الابنفرين والنور ابنفرين، وده هنتكلم عنه ان شاء الله في الحاله اللي هو لو زاد الابنفرين والنور ابنفرين ممكن اعرفهم ازاي، عن طريق الميتابولايتس بتاعهم هيزيد فين في اليورين. طيب يبقى ادي اهو عندي التيروسين وادي الدوبا، ادي نيرف اندنج اهو، تيروسين دوبا دوبامين دخل في الفيزيكال اتحول الى نور ابنفرين وتخزن كنور ابنفرين، جه السمباثيك والستريس فهيتفرز النور ابنفرين اهو، وابتدى يشتغل على الريسبتور بتاعته على التارجت اورجان او على البوست سمباثيك نيرون، هو اكتر على التارجت اورجان، يبقى وفي تو ريسبتور ليها، في الفا وفي بيتا. تمام، قلنا النور ابنفرين مش هيشتغل فور ايفر، لا ده مينلي هيحصل له ري ابتيك يتاخد تاني بالخلية، تمام، وده 50-80%، يا اما يحصل له دايليوشن بقى للسراوندينج فلويد، يا اما هيحصل له اوكسيديشن يعني بالكوميت او بالماو، وعندي يبقى خلصنا الاكشن بتاعته. الريسبتور في عندي الادرينرجيك ريسبتور في الفا وفي بيتا، الالفا في الفا 1 و الفا 2، البيتا بتبقى بيتا 1 بيتا 2 بيتا 3. الالفا خليك فاكر ان هي اكسايتاتوري، يعني بتعمل فالز كونستريكشن، يعني لو قلت لك السكن بلاد فيسلز تبقى موجود فيها ايه هتقول لي اكيد الفا لان هي السكن هتعمل فالز كونستريكشن. البيتا بيحصل انهبيتوري، بيحصل فاز ودايليتيشن. تمام، فعندي فمثلا في البيتا 1 ده بيبقى موجود في الهارت، البيتا 2 في الغالب ما بيكون في اللونج، يعني في السموث مسل يعمل انهبيتوري، بيعمل ريلاكسيشن برونكو دايليتيشن، بيتا 2 موجوده في السكيتال مسل والبراون تيشو عشان يعمل بقى ثيرموجينيسيس والحاجات اللي هي خاصه بالميتابوليزم اللي هي اللايبوليسيس. البلاند فيسل عندي بتاعت السكن والابدومينال فيسرا والكيدني اللي احنا قلنا ان هي بيحصل لها فاز كونستريكشن، دي بتحتوي على الفا 1. تمام، والبلاد فيسل الموجوده بتاعه الهارت السكيتال ماسل والليفر ده بيحتوي على بيتا، وده بيعمل فازو دايليتيشن. طيب انا عندي اتنين نيورو ترانسميت، عندي نور ادرينالين وادرينالين، هل الاتنين زي بعض؟ هل يعني انا امال انا ليه بقول ده وده ومش عارفه الادرينالين مضله بتفرز اكتر ادرينالين وتعب الروحي؟ يعني لا، هما بيفرقوا في بعض على اساس السنسيتيفيتي بالنسبه لهم بالنسبه للريسبتور. فعندي النور ادرينالين بيحب اكتر الالفا، يبقى بيحب يشتغل على الالفا اكتر من البيتا، وما دام قلنا الالفا والالفا دي بتعمل فاز كونستريكشن يبقى النور ادرينالين ممكن يعمل مور فاز كونستريكشن، وبالتالي عندي بيزود ايه ممكن البلاد بريشر، يبقى عندي بيبقى ميلي على الالفا. الادرينالين بقى مش فارقه معايا، الفا بيتا هما الاثنين اللي موجود احنا هشتغل عليه. تمام، يبقى ايكوالي بيشتغل على الاثنين ده ريليتيف، وبالتالي الايفكت بتاعنا بيعتمد على ان الاورجان ده بيحتوي على ايه، هل بيحتوي على الفا ولا بيحتوي على بيتا ولا بيحتوي على الاثنين ولا ايه بالظبط. فعندي الريليتيف ايفكت اوف ادرينالين والنور ادرينالين ده بيختلف على حسب التايب اوف ريسبتور الموجوده في الاورجان، زي ما اتفقنا ادي في السكن يبقى عندي اكيد هيبقى اشتغل مثلا في الفا اكتر، يبقى النور ادرينالين هو اللي هيشتغل وهو اللي هيعمل ايه المين ايفكت. تمام، طيب الجدول ده حلو جدا ان انت لازم تعرف الالفا والبيتا ادرينرجيك ريسبتور. ادي عندي الالفا اكسايتاتوري بتعمل فازو كونستريكشن، الالفا في الفا 1 والفا 2، البيتا فازو دايليتيشن في بيتا 1 في الهارت، بيتا 2 في السموث ماسل، بيتا 3 الموجوده في السكيتال ماسل وقلنا عليه. طيب انا عايزك تعرف ان الالفا فيها، خلينا نبتدي الاول بالبيتا. البيتا موجوده يا جماعه في الهارت وفي اللنج وليها دعوه بالميتابوليزم، يبقى الحاجات بالاحمر دي هي دي الخاصه بالبيتا اللي فيها بيتا ريسبتور. ففي الهارت عندي البيتا ريسبتور، تفتكر عموما مش عايزك تتلخبط ابدا، الالفا والبيتا دول سمباثيك، يعني نهار ما تتكلم لازم تتكلم في حدود الفانكشن بتاعت السمباثيك. يعني عندي دلوقتي الهارت في السمباثيك هيحصل له ايه؟
في زياده في البروبرتيز اوف ذا هارت وفي زياده في الفاس دايليتيشن، يبقى الادي عندي البيتا بيعمل كارديو اكسلريشن، زياده في المايوكارديال سترينث، ويحصل فازو فاس دايليتيشن. تمام. طيب بس الكوروناري برضو فيه كمان فازو كونستريكشن يا جماعه، بس باني ريسبتور الالفا. بس الدومينيت بقى لما انا باجي اشتغل في الهارت وفي السمباثيك وفي الستريس، يبقى الدومينيت هيبقى عندي البيتا، وكمان نتيجه ان زياده في الميتابولايتس فده هيزود كمان الفاز دايليتيشن. يبقى ده اول حاجه الهارت بيتا. مين تاني بيتا؟ برونكاي. برونكاي قلنا ان انا عايز اخد نفس كتير، يبقى انا عايز اعمل ريلاكسيشن للماسلز الموجوده في البرونكاي، هعمل برونكو دايليتيشن ودي بيتا 2. طيب انا عايزه في الميتابوليزم عايزه ايه؟ عايزه طاقه، عايزه احرق. تمام. عايزه كالوروجينيسيس، عايزه جلايكوجينوليسيس، اكسر الجلايكوجين احوله الى جلوكوز، عايزه اعمل لايبوليسيس. يبقى كل الحاجات دي خاصه بالبيتا ريسبتور. خلاص. طيب الالفا لحد دلوقتي مفيش اي فانكشن في الهارت، مفيش اي فانكشن في البرونكاي، مفيش اي فانكشن في الميتابوليزم. لكن بقى في الوول عموما، في الانتستاينال وول، الالفا والبيتا هما الاثنين هيعملوا ايه؟ انا بقى عايزه ايه في الوول؟ مش عايزه موتيليتي، مش عايزه سكريشن، كل الحاجات دي كلها عايزه اعملها ستوب. يبقى انتستاينال ريلاكسيشن سواء بالالفا سواء بالبيتا. طيب الالفا بقى عندي هنا بيشتغل على 2S و2A، 2S و2P. طيب مين هما ال2S و2P؟ ادي عندي السفنكتر. مش انا اتفقت ان الوول بتاع اي الانتستين عموما او في اليورينري بلادر او في غيره بيبقى الوول ريلاكسد والسفنكتر بيحصل له ايه؟ اكسايتاتوري. وانا قلت ان الالفا بتعمل اكسايتيشن، بتعمل فازو كونستريكشن او كونستريكشن. يبقى عندي السفنكتر بتاع الانتستين او في البلادر بيبقى محتوي على الفا عشان يحصل كونستريكشن، عشان اقفل البوابه، عشان امنع اخلي فيه فود ريتينشن وفي يورين ريتينشن وهكذا. طيب التاني الاس التانيه اللي هي سبلينكينيك كونتراكشن. في السمباثيك بيحصل ايه؟ اتفقنا ان لازم يحصل كونتراكشن للسبلين ويحصل ايفاكويت للكونتنت بتاعته من البلاد، يبقى ده كونتراكشن، يبقى على طول الفا ايه؟ ريسبتور. طب 2P اللي هم مين؟ البي اللي هي بيوبل. بيوبل انا في السمباثيك بيحصل ايه؟ في السمباثيك بيحصل بيوبل دايليتيشن. يبقى مين اللي بيعمل هنا بيوبل دايليتيشن؟ الكونتراكشن بتاعت اللي هي اسمها بيوبل دايليتور ماسل، ده اللي هو الالفا ريسبتور. البينس يبقى يحصل ايه؟ اتفقنا الايجاكيوليشن، هي كونتراكشن اوف سيمينال فيزيكال وفاز ديفرنس وكده. يبقى 2S 2P دول اللي هم الالفا ريسبتور. محدش يجي يتلخبط ويقول طب يبقى خلاص، يبقى البيتا بقى بتعمل في السفنكتر، بتعمل ريلاكسيشن في السفنكتر وبتعمل بيوبل كونستريكشن. دي مش الفانكشن بتاعت السمباثيك اساسا. يبقى انت كده دخلت في الباراسمباثيك. انا بتكلم على الاورجن ده البيوبل في السمباثيك بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الفا ريسبتور، عشان كده بيعمل بيوبل دايليتيشن. عندي السبلين بيحتوي على ايه في السمباثيك؟ تمام، بيحتوي على الفا ريسبتور، عشان كده بيحصل كونتراكشن. في البينس بيحصل ايه؟ في البينس بيحصل ايجاكيوليشن، عشان هي بتحتوي على الفا ريسبتور. يبقى انا دول الاورجن دي فيها الفا ما فيهاش بيتا. تمام. البيتا يبقى هارت، برونكاي، وميتابوليزم. طيب قلنا اتفقنا النيورو ترانسميتر مين اكتر بيحب الالفا؟ النور ابنفرين بيحب اكتر الالفا، ده المور اكسايتنت. وعندي الابنفرين مش فارقه معاه، وما دام مش فارقه معاه يبقى هو اكيد بيشتغل اكتر على البيتا، ما دام النور ابنفرين بيشتغل اكتر على الالفا. البلوكينج ايجنت ان شاء الله ده هتاخدها في الفارما، ده مش يهمنيش قوي، اللي هو عندي الفينتولامين وده ليها بلوكر تاني. يبقى انا ليه بدرس اساسا الريسبتور؟ بدرسها اساسا الريسبتور دي عشان بعد كده ان شاء الله في الفارما هنقول مثلا ادويه معينه تقفل الالفا وادويه معينه تقفل البيتا ومش عارفه، وحاجات ان شاء الله في الباراسيمباثيك حاجات تقفل الريسبتور بتاعت الاستايل كولين وهكذا. يبقى ده الابلكيشن بتاعنا. يبقى انا لازم اكون عارفه كويس الاورجان ده بيحتوي على ايه وايه الفانكشن بتاعته، عشان لما اجي مثلا اعمل له ستيميوليشن او اعمل له بلوكر يبقى انا عارفه كويس. يبقى عندي ادي اهو الهارت بيتا 1، برونكاي بيتا 2، ميتابوليزم بيتا. عندي السفنكتر والسبلين 2S 2P
عندي الألفا وادي الألفا ماشي. الأدرينالين الفرق بينه وبين النور أدرينالين، إذا كان النور أدرينالين بيشتغل أكتر على الألفا يبقى هو بيعمل فازو كونستريكشن all over the body وبالتالي بيزود ال arterial blood pressure. الأدرينالين بيشتغل مش فارقة معاه وبالتالي بيبقى أحب برضو كده البيتا، مدام البيتا واتفقنا إن البيتا دي فيها هارت ولونج يبقى هيأثر على الهارت بيزود الكارديك أوتبوت بيعمل يعني بيبقى قلنا بيشتغل على الألفا والبيتا بيبقى ليه ويك باز كونستريكشن بيبقى بيعمل بيروح على الميتابوليزم بيزود الميتابوليزم بيعمل برونكو دايلتيشن عشان كده ممكن يبقى تريتمنت للأزمة وبيعمل اكسايتيشن للهارت يبقى هارت لونج اي ميتابوليزم. جود لك وبالتوفيق ان شاء الله.